يعني خلينا نبدا الفقره دي ونقول الاهلي خلاص في المكان الطبيعي وبيتاهل لدور المجموعات، واكيد هيكون على راس مجموعه افريقيه بعد الفوز العريض امبارح على حرس الوطني بطل النيجر. يعني خلينا نقول برضو قفلنا صفحه، وعندنا لسه مباريات محليه، وكمان هنتكلم عن هذه الاستعدادات وتفاصيل كثيره مع كابتن ماهر همام نجم الاهلي السابق اللي منورنا وبينورنا على طول بصراحه. صباح الفل. صباح الخير يا نادي. منورنا يا كابتن. صباح الخير يا كريم. صباح سعاده كالعاده بوجود حضرتك معايا. صباح الشياكه النهارده. انا ولا هو؟ اكيد انا. طبعا. لا وهو كمان النهارده حاجه جميله. اصيله كابتن امبارح. طبعا. هو ده العزم يا كابتن. لا صباح الشياكه. نور الدنيا كلها. اهلا بيكم. اهلا وسهلا. كلك ذوق، ربنا يخلي حضرتك. وتعالى نبتدي بالصفحه قبل ما نقفلها تماما. مباراه الامس ان هي الحقيقه برضو جديله بالتوقف عندها، وان احنا يعني نشوف كده ايه اللي اكتر الامور اللي كانت ملفته لنظر حضرتك وانت بتتابع الماتش. هو بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني مباراه امبارح عوضت المباراه الاولى. جمهورنا كان يعني مش مبسوط من النتيجه الاولى 1-1 واداء النادي الاهلي المتوسط فنيا، واحنا اتكلمنا يمكن ارضيه الملعب والاجواء اللي كانت موجوده عليها، لكن برضك مش عايزين نقول حجه، لان دي حجه احنا استعملناها زمان في اجيالنا. احنا نتكلم على ارضيه الملعب ما تبقاش مظبوطه، الطقس، الرطوبه، المشوار بتاع افريقيا بروحه في يمكن في اكتر من 20 ساعه، لكن دلوقتي الامور اختلفت بشكل كبير. يعني التعادل يعني كان مقلق بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، لكن مستوى الفريق احنا كنا مطمنين ان في مباراه العوده ان شاء الله هنعمل مباراه ايجابيه ومباراه فيها سكور عالي، وفعلا كان ده التحدي اللي قاله مستر موسيماني مع اللعيبه، وفعلا هم يمكن الشوط الاولاني يعني كنت مرضي وانت بتتفرج بالظبط. يعني احساسنا واحساس جمهور النادي الاهلي، لا النادي الاهلي النهارده هيكون هيعمل مباراه مميزه، خصوصا كمان هيبقى فيها سكور عالي، والسكور العالي ده يا كريم نواد بيدي ثقه للعيبه. يعني عوده ان شاء الله لدوري المجموعات بمجموع المباراتين، تقدر تقول النادي الاهلي ادى اداء جيد خصوصا الشوط الثاني، ورضى جمهوره كمان بالاهداف الكثيره اللي هي 6 اهداف، والتنوع في شكل الاهداف كمان، يعني حصل نوع من الرضا لجمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي الفتره اللي فاتت كان يعني زعلان شويه، يعني خسارته بطوله الدوري والسوبر ورا بعض يعني ما تعودش على كده جمهور النادي الاهلي، لكن انا شايف ان الموسم ده زي ما مستر موسيماني يعني وعدنا ووعد جمهور النادي الاهلي ولجنه التخطيط ومجلس اداره النادي، ان المشروع اللي هو جاي بيه ان هو هيقدم كره تليق بالنادي الاهلي، كره برازيليه، خصوصا ان هو كان مع سان داونز بيأدي هذا الاداء، فهو مصمم ان يؤدي الاداء ده مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه. دوري المجموعات ان شاء الله هنشوف بقى القرعه هتوقعنا مع الفرق اللي وصلت لدوري المجموعات، لكن عايز اقول خبره لعيبه النادي الاهلي ولجنه التخطيط واللعيبه ان شاء الله اللي هيضافوا على هذه المجموعه، انا شايف هيبقى يعني صعب جدا ان احنا نفرط في مباراه خارج مصر. يعني محتاجين نرجع تاني للمكسب خارج ملعبنا وان شاء الله داخل ملعبنا، لان احنا قادرين على ان احنا نحقق البطوله 11 ان شاء الله بالمجموعه ديت المميزه، والاضافه الجميله اللي اتضافت عليهم ان شاء الله العوده بقى من دوري المجموعات نتفرج على الاختيارات الجميله اللي اختارها لجنه التخطيط مع مستر موسيماني. حلو. طيب مباراه امبارح خلينا لسه نفضل فيها شويه. امبارح كان في بعض العناوين اللي ممكن يعني تسطر في هذه المباراه، منها يعني ليله عوده كهربا، والكلام ده احنا قلناه في الانترو ودي حقيقه. يعني محمود كهربا رجع لنا تاني زي ما احنا عارفينه. خلينا نقول كان في يعني هي طبعا كره القدم ابس اند داونز، بس هو ده كهربا اللي احنا نعرفه، ما كناش نعرفه الكام ماتش اللي فاتوا. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو لو سالت حضرتك مش على السكور، انا هسالك على الاداء، ويمكن السؤال ده سالناه انا وكريم ليه كابتن موسيماني معانا في المداخله في الانترو، هو تحدث ان الاداء مش الافضل ولكن بالزبط. النتيجه عوضت هذا، فلينا نعرف حضرتك. يعني الجزء الاولاني بالنسبه لكهربا، كهربا لعيب كبير، يعني لعيب دولي ولعيب محترف ولعيب مؤثر بشكل كبير جدا في الخط الهجومي، يعني عنده من المهارات وعنده من الحنكه وعنده من الخداع جداً. يعني بصراحه لما كهربا بيبقى كهربا ومركز لا بنستفاد منه بشكل كبير جدا، وبيبقى مطلوب ان هو يبقى موجود في الخط الامامي لمهاجمي النادي الاهلي، واحنا شفنا امبارح لما بمزاجه عالي بيبدا يعني يؤدي اداء جيد مرضي، وكمان حتى كمان الفتره اللي فاتت دي كان في ضغط عليه
ان كهربا هيرحل عن النادي الاهلي، النادي الاهلي مش موجود نفسياً في حسابات نفسيا بيأثر بالظبط يعني في تركيز او في ذهن موسيماني، كل ده بيأثر على اللعيب بشكل كبير جدا. لكن ما ينفعش يأثر على اللعيب زي كهربا، لان كهربا لعيب دولي ولعيب خبره و29 سنه لسه قدامه مشوار طويل جدا، واحنا لسه ما خدناش من كهربا يعني، لسه كهربا ما شفناهوش كهربا اللي احنا اتعودنا عليه بتاع منتخب مصر اللي هو بيصول ويقول في ملاعب كره القدم، احرازه للاهداف، الاسيست، المساعده والمسانده لزمايله. فكهربا بيلعب بدماغه يعني، اللعيبه اللي بتفكر زي وليد سليمان كده بيعرف يشغل دماغه بشكل كبير. الجزء الثاني بتاع مستر موسيماني، طبعا مستر موسيماني كان صريح وواضح وهو عنده مصداقيه الراجل بصراحه في اقواله يعني، ان هو مش هو ده الاداء المرضي له واللي جماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي مستنيه الكثير من مستر موسيماني هذا العام، ومستنيه كثير من اللعيبه اللي انا شايفهم يا كريم يا نهوان من افضل اللعيبه الموجودين بصراحه في العالم العربي وافريقيا. فلازم الاخراج يبقى احسن من كده واكتر من كده، وجمهور النادي الاهلي بيحب الاداء وبيحب الاهداف وبيحب النتيجه الايجابيه وبيحب البطولات. فالنهارده لازم اللعيبه ديت بالقيمه دي انا شايف لازم يمتعوا جمهور النادي الاهلي بشكل كبير جدا. احنا بقى لنا فتره بنتكلم بغض النظر عن النتيجه وبغض النظر عن احنا بنتكلم على اي مباراه بالتحديد، بشكل عام جمله اداء مش مرضي اتكررت كذا مره الفتره اللي فاتت، ده حاصل ليه وانت عندك مدرب كويس وعندك لعيبه زي الفل؟ ما انت الاجواء اللي حصلت في الفتره اللي فاتت ديت العوامل الخارجيه اثرت بشكل كبير جدا حتى يعني كورونا اثرت يعني، مثلا ايه تمريرات بالمسطره وبعد منها شويه تلاقي حاجات يعني عك شويه ليه يعني؟ معلش هو على فترات اللعب المصري كده كريم يعني، 10 دقايق يبقى مركز وبعد 5 دقايق ليه يبعد عن التركيز، يبدا الاداره الفنيه من بره تبدا توجه تدخله في التركيز تاني. دي مشكله موجوده عندنا احنا كلاعيبه المصريين بصراحه. ده اللي عمل موسيماني امبارح في الهاف تايم كمان كان ليه يعني، كان ليه دور طبعا في الاداره الفنيه، ان هو حوار الاداره بينهم برضه بينه وبين اللعيبه. ما ينفعش القيمه اللي موجوده التسويقيه اللي موجوده في الملعب بالملايين دي يبقى هذا الاخراج يعني. عايز اقول لك كريم، زي حضرتك كنت ممثل وممثل قوي، لما بتطلع تقوم بالدور بتاعك تبقى مركز ومذاكر واخد بالك، وبعدين لما بتبدا تقوم بالدور بتاعك بتحاول انك انت تطلع احلى حاجه ما عندك. نفس الكلام بالنسبه لعيبه النادي الاهلي النهارده، كمان في ميزه كمان للعيبه دي هتشجع ان اللعيبه دي تادي اداء مميز، عوده الجمهور النهارده يعني بالشكل. لو 1000 واحد انا شايفهم بيمثلوا 10000 واحد بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، ال 1000 دول بيقدروا في الاستاد، بيرجوا الاستاد وبيحيوا اللعيبه وبيساندوهم بشكل كبير جدا، وده اللي محتاجه اللعيب في الفتره دي. لكن الاسباب اللي اثرت يا كريم، كورونا كانت سبب كبير جدا، الاصابات اللي ضربت اللعيبه والنجوم بالذات النجوم المؤثرين في النادي الاهلي. عايز اقول لك كمان الاجهاد ده خد بالك عمليه صعبه جدا، اللعيبه بتلعب سنتين ما ريحتش بين دوري بين كاس وافريقيا وبعدين منتخب مصر، فده بيبقى لود كبير جدا على اللاعبين. واحنا شفنا يعني اتكلمنا على الاجهاد واحنا مرنا بيه كلعيبه، لما بتوصل لنتيجه الاجهاد ده كريم ما بتبقاش شايف قدامك، بتفاجئ بمستوى تاني. ده كلام مظبوط، لان في الاول وفي الاخر احنا قلنا الكلام ده وهنرجع نقوله تاني، لازم الناس تبقى عارفاه ان لاعبتنا مش مكن حتى المكن بيريح، فيعني هم كانوا فعلا ده بصراحه عذر ما نقدرش ان احنا نقول عادي يعني يعدي، لا مستحيل يعني. لكن لكن في نقطه كمان مهمه قوي، الدكه البديل. أيوة. البديل مهم جدا، هو ده البردك اللي مزعلنا. بس دلوقتي هتبقى لطيفه الفتره الجايه لو اخذنا في الاعتبار تفصيله زي عوده المعارين، يعني شفاء المصابين، الصفقات الجديده اللي عملها النادي الاهلي. شايف ان ده هيصب ازاي مع الاداء اللي احنا كنا بننتقده من شويه في الفتره الجايه ان شاء الله؟ المنافسه الشريفه بقى، هي حلاوه المنافسه، لانك انت مش عايز اقول الاساس والبديل، لا عايز بقول ان دلوقتي مستر موسيماني عنده فرقتين يعني في كل مكان اكتر من لاعب، ودي المنافسه الشريفه. الراجل اللي مش هينفذ فكر الراجل وادائه الفني والتكتيكي ده بالظبط كده فبسرعه، وهي دي يعني عايز اقول لك الضره بلغه الكوره يعني، لازم انا ابقى محضر لك حد يعني بيخبط وراك زي ما بيقولوا. فده هيدينا شيء من الاستقرار، هيدينا شيء من الاداء المتجانس، هيدينا شيء من الاداء الخططي، الاداء المهاري،
فما ينفعش انت عندك اكتر من 30 لعيب من اميز اللعيبه اللي موجوده في افريقيا والعالم العربي كلهم قاموا منتخب مصر الاول ثم منتخب مصر الاولمبي. فالنهارده مهم جدا ان الكوكبه دي تخرج لنا زي الشوط الثاني امبارح. الاداء المتميز، الاهداف المتميزه، الجمل التكتيكيه، المرونه التكتيكيه للاعب. يعني في ساعات المرونه التكتيكيه للاعب، ساعات المدرب بيقول خطوط عريضه واخد بالك، لكن اللاعب بموهبته بيعمل حاجات بقى يعني ميزه عنده بشخصيته. فنتمنى نشوف الشوط الثاني ده من بدايه عوده الدوري ان شاء الله طبعا بمباراه الاسماعيلي القادمه نتمنى طبعا هتبقى مباراه قويه. نتمنى طبعا ان احنا نشوف الاداء بتاع الشوط الثاني ده طوال ال 90 دقيقه في مباراه الاسماعيلي القادمه ان شاء الله. طب ده لو اتكلمنا عن المباراه تحديدا، لكن لو اتكلمنا عن الدوري بقى والموسم الجديد برضه، حضرتك بتشوف ازاي التنافس في هذا الموسم؟ يعني برضه في كتير من الفرق يعني عملت زي ما تقول غزت الفرق بتاعتها وصفقات قويه جدا، يعني في اعتقد هيكون شكل تنافسي جديد يعني او اقوى. برافو عليك يا نواند، بصراحه ده سؤال جميل فعلا كريم. احنا بقى لنا سنتين مجالس الادارات بدأت تشتغل باحترافية بشكل كبير، يعني بقى بيختار مدير فني على أعلى مستوى للمرحلة اللي هو طالبها من خلال الاستراتيجية بتاعته. ثانيا تدعيم الفرق، احنا شايفين ما شاء الله الفرق اللي طالعة والفرق اللي موجودة والفرق المربع كل ده دعم بشكل كبير جدا، وده اللي ادى قوة وقيمة للدوري العام بقالنا سنتين. درجة السنة اللي فاتت احنا مش عارفين مين بطل الدوري لاخر اسبوع. يعني عمرها ما حصلت. النادي الاهلي في السنوات اللي قبل كده كان بيحسمها قبلها باربع اسابيع خمس اسابيع، لكن العام الماضي كان دوري قوي جدا وشيق. فضلنا لحد يمكن اخر مباراة مش عارفين مين بطل الدوري. عايز اقول لك المستجدات كمان بالنسبة للتقنية اللي هتبقى موجودة بالنسبة لإذاعة المباريات هتبقى على أعلى مستوى، الملاعب بقت كمان على أعلى مستوى، اتحاد الكرة بدأ يعمل لنا جدول والرابطة اللي مضاف علينا بقيادة النائب أحمد دياب إضافة جديدة كمان بالنسبة أول مرة نعرف حاجة اسمها رابطة الأندية. بقى في شغل بصراحة من منظومة رياضية في مصر. بصراحة تشوف لقطات للفار من النوع اللي كنا وقفنا عنده قبل كده كتير، اللي هو تبقى واقف قدامه عاجز. المفروض ان الفار مهمته الرئيسيه احقاق الحق بالظبط، ده ما كانش بيحصل في كتير من الاحيان. فكرك التفصيله دي برضو ممكن تتغير الفتره الجايه، يعني نتمنى. احنا كمان يمكن الفار اثر علينا يمكن السنه اللي فاتت باكثر من 15 بونت فرقوا معانا، فنتمنى الفار طبعا لجنه التحكيم انا عارف ان هي دخلت معسكرات وبدات تبقى فيها عندها استعداد بشكل قوي جدا للدوري العام، وعلى اساس ان هم كمان ما يقعوش بقى في الاخطاء بتاعت السنه اللي فاتت. ورد الاخطاء لكن ما تبقاش بالكم ده. يعني عايزين حاجات كده يعني فرديه، حاجات خارجه عن ارادتهم. لكن السنه دي ظاهره ملفته للانظار. بالظبط، الظاهره السنه اللي فاتت كانت صعبه قوي، لكن السنه دي افتكر ان كل الاجهزه بدات توضب نفسها وتشتغل باحترافيه بشكل كبير جدا استعدادا للدور القوي اللي جاي هذا العام. حلو قوي. طب نروح للمنتخب، احنا هنتكلم في كل حاجه يعني. برضو لو قيمنا كده كيروش لحد هذه اللحظه، وفكره كمان بيقال يعني ما اعرفش الكلام ده مظبوط ولا لا، ان هو ربما يتدخل كمان في تمرينات حراسه المرمى بما ان هو كان اصلا بيلعب في مركز حراسه مرمى، برضو عنده من الخبره يعني ما تؤهله لذلك، فخلينا نعرف من حضرتك. يعني كيروش طبعا جه في توقيت احلال وتجديد كنا محتاجينه بشكل كبير جدا. اسم كويس قوي، له محطات مع المنتخبات العربية أو الأفريقية بشكل كبير، وهو كان حارس مرمى على أعلى مستوى ومدير فني على أعلى مستوى. أكيد طبعا عصام الحضري محظوظ إن موجود معاه قيمة بقيمة كروش هتساعده بشكل كبير. عصام لسه سنة أولى تدريب زي ما بيقولوا، فوجود راجل زي ده بالقيمة دي أكيد هيستفاد عصام منه يعني بشكل كبير. الميزة بالنسبة لعصام الحضري طبعا، لأن ممكن البعض يشوف إن هي ممكن تبقى عائق إلى حد ما، من منطلق إن برضه عصام الحضري راجل ليه تاريخ وهو متولي المسؤولية دي حاليا، فممكن ما يبقاش مرحب قوي بأي تدخلات حتى لو كانت من المدرب يعني المدير الفني شخصيا. هو كريم تاريخ عصام الحضري في حراسة المرمى. النهارده إحنا محتاجين تاريخ في التدريب. أيوه. نقلة تاني. فالنقلة التانية بتحتاج انك انت تشتغل مع واحد بالشكل ده. هو انت حاسس ببصمة محظوظ. النقلة دي يعني لو اتكلمنا عن مباراتي ليبيا ذهابا وايابا، هل حسيت ان كيروش ليه بصمة واضحة وواعدة وبتقول ان اللي جاي هيبقى خير ان شاء الله، ولا كان عندك تخوفات؟ لا، هو طبعا دلوقتي كريم اختلفت. يعني
بقى المدير الفني زمان كنا نقول 6 أسابيع وبعدين فترة إعداد وبعدين 6 مباريات وبعدين يبدأ تبان شخصية. لا دلوقتي الأمور اختلفت مع الكرة الحديثة. المدير الفني 13 14 15 يوم أنا شايف مش أكتر من كده. بتبان بصمته بقى شخصيته الاستراتيجية اللي جاي بيها بتبان من مباراة واحدة بالظبط. فهو ده اللي عمله يعني هو بصراحة من ناحية الشخصية لم اللعيبة في الجانب النفسي بشكل كبير. طبعا الجهاز الفني بيعاونه وبيساعدوه بشكل اكبر. هو رؤيته للعيبه شايف ان اللعيبه من احسن اللعيبه الموجوده في المنتخبات العربيه والافريقيه. هو برضك جاي بلد ليها تاريخ واسم فعايز كمان يسطر هذا التاريخ والاسم من خلال منتخبنا القومي. زي ما قلت لك ميزه المدربين المحترفين 15 يوم تبان شكله أداؤه شخصيته واستراتيجيته من خلال أداؤه. فهو نجح بنسبة يعني تقدر تقول بنسبة أكتر من 50% في مباراتين ليبيا. طبعا إن شاء الله مستنين المزيد. بس أنا عايز أقولك يا كريم نهوان أنا لو اتحاد الكورة أعمل كونتراته مع الراجل ده لمدة 3 سنين 4 سنين. إحنا محتاجين مشروع واخد بالك وده الجديد بقى. انا لما بداخل على تدريب منتخب مصر لازم عندي مشروع. المشروع ده بيقول ان انا حامل احلال وتجديد من خلال لعبة المنتخب الاولمبي حامل نتائج مميزة. يعني هو يجي لنا بمشروع بالزبط. بيقدمه مش فكره بس لا. علشان ميشن معينه ايوه مشروع كمان عشان يرمي بياض لا مش انا مش عايز بقى يعني بالظبط كده يعني هو ده الجديد. يعني انا مشروعي جاي لمنتخب مصر 4 سنين من خلالهم حامل نقل. هنروح منتخب هنروح كاس افريقيه ممكن ننافس على كاس افريقيه ممكن ناخد كاس افريقيه. لما نروح كاس العالم يبقى احنا محتاجين نعمل نتائج ايجابيه مش اشتراك بس والمشرف بالنسبه لنا. عايز اعمل حلو تجديد بين المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي. عندي بعض اللعيبه وصلت اعمارها السنيه 36 37 زي احمد فتحي مثلا وعبد الله السعيد. عندي لعيبه منتخب الاولمبي واعدين انا شفتهم 3 4 لعيبه موجودين بشكل كبير اقدر اضيفهم على اللعيبه الخبرات اللي موجوده. يبقى مشروع يا كريم يا نهوان كامل بدايته كذا ان شاء الله ونقدر نوصل بيه كل مرحله نقدر نوصل بالسنه الاولانيه السنه الثانيه. سنكتب في العقد ان احنا في اي لحظه ممكن نلغي العقد لا يعني يبقى من ناحيتنا احنا بالظبط لو ساءت النتائج من غير اي طبعا يعني اكيد من غير اكيد من غير لو ساءت النتائج خلاص اوريدي صعب جدا ان انا اقدر هلغي كل المشروع اللي انت بتتكلم عليه. صحيح. لكن احنا عايزين نحس كده حتى مستر فنجاده بالنسبه للقطاعات الناشئين. يعني مستر فنجاده جه احنا مش حاسين ان مستر فنجاده عنده مشروع لتطوير البراعم وتطوير الناشئين. يعني لما بيطلع في المؤتمرات الصحفيه بتحس كده رتوش عاديه. انا كنت في الاهلي كنت في الزمالك بحترم الاهلي. لا يا عم احنا عايزين مشروع يتقال من خلاله ان انا هطور البراعم والناشئين الموجودين في الكره المصريه واخد بالك ودي الاهم واساليبي بالزبط. للتطوير ايه مش بالزبط. كلامه بس اديني بلان واديني شورت تيرم ولونج تيرم بلان يعني حاجات بالزبط. زي هو عنده عناصر زي الفل لو هنتكلم على ناشئين النادي الاهلي لا فيهم شويه عناصر ده مصنع. زي طبعا ده مصنع عندنا مش الاهلي مش الاهلي بس كمان عندنا الاهلي والزمالك وانبي والمقاولين دول مؤسسات كبيره جدا في القاعده اللي تحت. احنا بقى لنا يا كريم انا هون بقى لنا فترات كتيره جدا ما بيطلع لناش حاجه يعني اخرهم يمكن عبد القادر وطلع بيعار بالظبط. يعني الاهلي طلع يمكن 3 4 ولاد لكن اعاره في الفرقه الاخرى وبانوا بشكل كبير طبعا بيبقى فيها احتياج ما دي من ضمن المشروع بقى اللي موجود عندك انك انت حاطط ايدك على كل حاجه. ما ينفعش انت بتشتغل في اكبر مؤسسه في افريقيا وانت مش رايح للجديد او ما عندكش استراتيجيه لمده سنه سنتين ثلاثه. ده اللي احنا محتاجينه واخد بالك كريم. ما نفضلش احنا نقول خلينا ايه خلينا نقف عند النقطه دي عشان برضو يعني ايه يبقى الكلام براحتنا بس لازم نطلع فاصل ونرجع نتكلم باستفاضه. اتفضل عشان الاذان بس. اتفضل اهلا بحضراتكم عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي وضيفنا العزيز اللي منورنا واللي بنسعد دايما بلقائه كابتن ماهر همام اللي بنتكلم معاه بقى ايه الكلام رايح جاي شويه كلام عن المنتخب شويه عن الاهلي ودلوقتي عايزين نتكلم بقى عن لقاء الجبابره عن اللقاء المرتقب والمنتظر وفكره ان محمد صلاح في مواجهه
كريستيانو رونالدو. ده النهارده هيبقى 5:30 تقريبا. هم اتواجهوا قبل كده 4 مرات برضو كابتن همام، مظبوط؟ بالظبط، صحيح. هي هتبقى زي ما كريم بيقول ليله ومباراه قويه. بس في كام نقطه قبل ما تجاوب برضو كريم في السؤال ده، علشان دول يبقوا ضمن يعني الاجابه بتاعت حضرتك. لان انا امبارح قريت تصريح لمحمد صلاح تحديدا، وهو لما سئل عن المباراه هو قال يا جماعه يعني اكيد انا بتطلع لحصد اجوال، ولكن برضو في الاول وفي الاخر اللقاء ليس يعني منافسه بيني او منافسه فرديه بيني وبين كريستيانو رونالدو. اعتقد الكلام موزون جدا، موزون بصراحه من نجم، يعني نجم النجوم زي ما بيقولوا، يعني القريب لقلبنا جدا. ويعني احنا كنا بنتكلم قبل الهوا ان يعني صلاح ومشواره وحرمان وتعب وشقاه، قصة نجاح بصراحة يعني جميلة. يعني احنا بنعتبره مثلنا الأعلى في كل حاجة يعني. فصلاح يعني ربنا يحميه يا رب ويحرسه. زي ما قلت كده، ما فيش منافسة بينه وبين كريستيانو. يعني كريستيانو هو كمان بيحترمه صلاح، لأن عارف أنه نجم كبير جدا، ونجم برضك صاحب مشوار طويل في عالم كرة القدم. يعني فالنهارده المنافسه في الملعب، بس ان صلاح ان شاء الله ان ريفر بول يكسب، وان صلاح يجيب يحرز هدف. هي دي المنافسه ان شاء الله. التصريح اللي قاله كابتن صلاح، محمد صلاح اللي هو بتتكلم عليه، تصريح متوازن جدا وعقلاني جدا ولطيف. لكن في حقيقه الامر على الاقل بالنسبه للعرب، الجماهير مواجهه فرديه بينه وبين كريستيانو رونالدو، مهما يقولوا اللي هم اللي فيه. بالظبط، واحنا كلنا النهارده ورا محمد صلاح طبعا. احنا عايزين ابن بلدنا اللي احنا بنحبه ان هو النهارده يتفوق في الملعب اداء ونتيجه. وفي نفس الوقت كمان ترشيحه لاحسن لاعب يعني السنه دي طبعا. انا شايف ان يعني ميسي المستوى بيقل بشكل كبير، كريستيانو برضك نفس الكلام، صلاح هو الحمد لله رب العالمين اللي طالع الفتره دي. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان ربنا يكرمه النهارده بيوفقه بهدف والمكسب، وفي نفس الوقت كمان يصارع على احسن لاعب هذا الموسم ان شاء الله، احسن لاعب في العالم ان شاء الله. نرجع تاني للمنتخب، بس احنا هنروح ونرجع كتير. يعني نرجع للمنتخب، وهل ممكن يعني برضو السؤال ده كتير ناس تساله الكراش، حتى الفتره اللي جايه ممكن نلاقي يعني المعسكر الجاي للمنتخب عناصر جديده بتنضم برضو، هل ده مهم ولا لا اصلا؟ هو يعني ميزه كروش من خلال شخصيته ان الباب مفتوح. يعني زمان المنتخبات المدير الفني يقول لك الباب مفتوح، بمعنى اللي هيجتهد في الدوري العام او في الاحتراف الخارجي اكيد هيبقى له فرصه وجوده في تمثيل بلده، يعني بالنسبه للتشكيله او بالنسبه للاختيارات اللي هيتم بالنسبه لمستر كروش. لكن المديرين الفنيين دول بيبقى ليهم يعني بيبقى لهم استراتيجيه كده، ما بيحبش هو كل شويه بقى يدخل ويطلع ويعني ويلعب في الجزئيه دي. لا، هو عايز يبقى في عنده قوام 20-22 لعيب ثابتين بصفه اساسيه، يفهموا بقى شخصيته، يفهموا عقليته، يفهموا طريقه لعبه، بيفكر في ايه، عايز ايه، محتاج ايه. فانا شايف ان الاحلال والتجديد اللي هو عامله بالنسبه للعيبه المنتخب الاولمبي ده ايجابي وده واضح. يعني اكرم اكتر اللعيبه من المنتخب الاولمبي اللي بدا يثبت وجوده مع المنتخب الاول. نتمنى رمضان صبحي كمان يبدا يخش يبقى عنصر تاني، نتمنى مثلا عبد القادر يخش يبقى عنصر تالت، وهكذا. ده من ضمن الاستراتيجيه والمشروع اللي كنت بكلم حضراتكم عليه بالنسبه لمستر كروش. برضه خلي بال حضرتك، يعني بعيدا بقى عن كروش، انا مش بتكلم يعني اسقاطا عليه، انا بتكلم على منتخبنا. احنا عندنا منتخب قوي، قوامه لعيبه محترمه في فرق محترمه، ولعيبه يعني لافته للانظار، عندها امكانيات كويسه جدا. ناهيك بقى كمان عن جلب او استقدام المحترفين، فاحنا قلنا هنولع الدنيا. ما ولعناش. ما ولعناش. لا، نقطة مهمة يا كريم تكلم فيها. عايز اقول لك احنا لو نرجع بالورا شوية كده من كأس العالم، تحس ان احنا يعني فاقدين حتة الروح القتالية العالية. حتة حب الوطن، شعار العلم. تحس ان اللعيبة مش جاية يعني اصرارها وعزيمتها ان هي هتأدي حاجه لبلدها. حاسين كده من يوم كاس العالم ان حصل شرخ بالنسبه في معسكر المنتخبات، مشاكل اللعيبه مع بعض، مشاكل الجهاز الفني مع اللعيبه. انا شايف كل الحاجات دي اتاثرت بشكل كبير جدا على اداء الروح القتاليه والدوافع للعيبه منتخب مصر. لكن زي ما اتكلمت على اشخاص موجوده كمهاره وتكتيك و لكن لما تقعد تتفرج كده تقول لي هو ده منتخب مصر، هو ده منتخب مصر.
يعني بعض المنتخبات اللي ليها شكل وطابع بقى لها فتره، منتخب الجزائر مثلا يعني عنده شكل في الاداء، عنده بيعمل واخد بطوله كاس الامم الافريقيه، بيوصل كاس العالم، لعيبه محترفين على اعلى مستوى. لما تتفرج على ادائهم تحس ان ده منتخب الجزائر يليه مثلا منتخب المغرب مثلا منتخب تونس، لكن احنا مصر تحس كده ان احنا بعيد قوي بعيد قوي عن الشكل اللي احنا مفروض نبقى موجودين عليه. فنتمنى من كروش الفتره اللي جايه دي فعلا يبقى احنا منتخب مصر عنده ثبات في التشكيل، عنده ثبات في الاداء، من خلال كروش بقى يقدر يغير موضوع النتائج دي الايجابيه، نقدر نتحط من ضمن يعني الخمسه الكبار اللي موجودين في التصنيف الافريقي ان شاء الله. تمام كابتن همام، الوقت خلص والحلقه. انا متشكر طبعا بسعيد الموجود معاكم اهل وكريم، وطبعا صباح الشياكه يعني مرسي. نتمنى التوفيق ليكم ان شاء الله. الشياكه اكتملت بوجود حضرتك معانا، ربنا يخليك، شكرين جدا، شكرين جدا، كل الشكر لحضرتك وكل الشكر لمشاهدينا في كل مكان. بكره باذن الرحمن يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح بالاخر.